في حلقة اليوم سنتحدث عن محاكمة الرسول بولس في قيصرية، أعزائي من المسرح الروماني القديم في منطقة قيصرية عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة سوف ندرس من إصحاح 21 حتى إصحاح 26. سوف نكتشف كيف دافع بولس عن نفسه أمام عدة محكمات، إن كان في أورشليم وهنا أيضا في قيصرية، وكيف تعامل مع هذه المحاكم المتعددة، وكيف ساعده الله من خلال كل هذه الظروف الصعبة والآلام. سأعود بعد قليل لأتحدث عن هذا الموضوع. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. هذا الحجر يسمى حجر بيلاطس، اكتشفوه في هذه المنطقة. هذه تعتبر نسخة عن الحجر الأساسي والرئيسي، يؤكد على صحة الكتاب. كان بيلاطس حاكم ووالي، لكن كان يسكن في منطقة قيصرية، كان يذهب إلى أورشليم في أوقات معينة حتى يكون في قلعة أنطونيا. هذا الاكتشاف مهم جدا للمسيحيين، أكد إنه في شخصية اسمها بيلاطس، والكلمات تقول بيلاطس البنطي والي اليهودية أو حاكم اليهودية. اكتشفوا هذا الحجر في منطقة قيصرية. من قيصرية عند البحر الأبيض المتوسط أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن محاكمة بولس الرسول، ودرستنا اليوم من سفر أعمال الرسل من إصحاح 21 حتى إصحاح 26. على فكرة أنا بشجعك أنك تقرأ سفر أعمال الرسل، مليء بالحماسة، مليء بقوة الروح القدس، وأنا بشجعك أنك أيضا تقرأ وتدرسه بالتفصيل آية آية، لأنه من خلال هذه الحلقات بنتكلم عن مقتطفات ومنركز على الخلفية الكتابية. طبعا أنا موجود في قيصرية، سميت هذه البلدة نسبة إلى أغسطس قيصر الإمبراطور الروماني، بناها هيرودس الملك أو هيرودس الكبير تيمنا أن يأتي قيصر ويزور هذه المنطقة، فجعلها تحفة من الجمال، ولسيما الفن المعماري الموجود في هذه المنطقة. كان بناء عظيم جدا هيرودس الكبير، فبنى المسرح الكبير للموسيقى والفن ولعدة أمور تستعمل، وبنى أيضا مسرح آخر كانت لمسابقات الخيل والمصارعات والرياضة أيضا. في كل مكان تستطيع أن ترى أبنية من أعمدة وأصنام، ومنطقة ساحة الميدان العام والسجن، واكتشفت أشياء كثيرة في هذا المكان. قيصرية تعتبر المدينة التجارية في أيام فلسطين. هيرودس الكبير بنى ميناء عظيم جدا يعتبر تحفة من الجمال، وطبعا قوة في الفن المعماري، استطاع أن يتحدى الطبيعة ببناء جدران حتى يحمي السفن في هذا المكان. حتى يوم هذا يدرسون عن كيفية بناء هذه الموانئ من هيرودس الكبير. فكانت مدينة تجارية، أيضا تعتبر مدينة إدارية، لأنه كانت تقام فيها كل الشؤون والإدارة للأمور السياسية والمدنية من هذا المكان. كانت تعتبر عاصمة الرومان في أيام فلسطين. أيضا هذه المنطقة كان يسكنها فيليبوس المبشر، يكرز في هذا المكان.
إلى هذا المكان جاء بطرس الرسول وبشر كورنيليوس قائد المئة، وتجدد هو وعائلته ودخلت البشارة إلى الأمم أيضا. بولس الرسول جاء كسجين إلى قيصرية وكان موجود في السجن لمدة سنتين، وأخيرا قدم دعوة وذهب من هنا إلى روما. على فكرة اكتشفوا كنائس بيزنطية بعود تاريخها للقرن الرابع، واكتشفوا أيضا منطقة السجن في هذا المكان. هذا إن دل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها. بولس الرسول كان بيتكلم مع شيوخ أفسس، لكن ثبت وجهه أن يأتي إلى أورشليم، مع أنه كانت النبوة أن لا يأتي إلى أورشليم، لأنهم قالوا له أنه سوف يواجه الآلام والاضطهاد أيضا. أجاب بولس وقال: أنا مستعد لا أن أتألم فقط من أجل المسيح أو أربط، لكن أن أموت من أجل المسيح. كان بيتبع مخطط إلهي، بيتبع برنامج إلهي، كان لازم يجي على أورشليم. وعندما وصل أورشليم ابتدأ يزور أعمدة الكنيسة اللي هي يعقوب بطرس ويوحنا والشيوخ الآخرين. فرح الإخوة بزيارة بولس، ولسيما أنهم سمعوا عن الأخبار السارة عن رحلات بولس التبشيرية المتعددة في منطقة آسيا وأوروبا، وأن الله استخدم بولس في عمل رائع جدا هناك. أعطى التقرير عن رحلاته ففرحوا جدا في هذه الأخبار. هذه الأخبار كانت بمثابة بلسم لهم. اقترحوا على بولس أن يروح إلى الهيكل يأخذ بعض الإخوة حتى يوفوا نذر معين، لأنه وصلت شكاية أنه بيتهموه أنه بيكسر ناموس موسى. فطبعا بولس أخذ بعض الإخوة، وهنا ابتدأت المشكلة. كان يهود من آسيا، فعندما رأوا بولس مع بعض الإخوة ظنوا أنه أدخل الأمم إلى منطقة الهيكل، وهذه طبعا تعتبر نجاسة فظيعة جدا بالنسبة لليهود أن أممي يدخل الهيكل، مع أنه كانت التهمة هي عبارة عن مؤامرة ومكيدة ضد بولس الرسول. فألقوا أو حاولوا يهجموا على بولس الرسول ويضربونه، لكن الأمير والعسكر في منطقة أورشليم قدموا الحماية للرسول بولس. وبولس ابتدأ يدافع عن نفسه في أورشليم لكن بدون جدوى، وطريقة دفاعه أنهم شاركهم اختباره أنه كان فريسي معروف لكل الناس، تتلمذ على يد جمائيل، وحكى لهم عن الاختبار كيف الرب يسوع المقام قابله على الطريق إلى دمشق وغير حياته وابتدأ يكرز ببشارة المسيح. ما غيرش دينه، لكن ابتدأ يصير في الدين القويم الصحيح أنه البشارة والخلاص هو بواسطة الرب يسوع المسيح. تحدث أمام رؤساء اليهود كما ذكرت، لكن بدون أي جدوى. وطبعا كان في مؤامرة ضد قتل بولس، لكن اكتشفت هذه المؤامرة وقدمت الحماية لبولس الرسول لأنه كان يمتلك بل يتمتع بالجنسية الرومانية. سوف أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل. من أورشليم بواسطة عسكر وجنود حماية كاملة مقدمة لبولس جاءوا إلى قلعة أنتيباتريس، مكثوا ليلة، ومن هناك جاءوا إلى منطقة قيصرية التي عند البحر الأبيض المتوسط. وهنا جاءوا اليهود من أورشليم وقدموا دعوة ضد بولس الرسول أنه مفسد ومهيج فتنة مقدام شيعة الناصريين، وأنه ينجس الهيكل، مع أن كل هذه التهم كانت باطلة ومزيفة. وهنا ابتدأت المحاكمات وأخذت، لم يتوقع هذا الشيء بولس الرسول، أخذت فترة سنتين. أولا دافع عن نفسه أمام فيليكس الوالي، ومن بعد ما ترك فيليكس دافع عن نفسه أمام فيستوس، وكانوا يعرفون أنه بريء، لكن كان في نوع من المماطلة. وأخيرا كان الملك أغرباس وأخته برنيكي بيزوروا المنطقة قيصرية، فتكلم فيستوس عن قضية بولس. فالملك أغرباس كان عالم بعوائد اليهود والديانة اليهودية، طلب أنه يسمع بولس الرسول، فسمع بولس. ولكن عندما اكتشف بولس
أنه كان في مؤامرة ضده أنه يروح يتحكم في أورشليم، استخدم مرة أخرى جنسية الرومانية وقال أريد أن أقدم دعواي إلى قيصر، أي إلى روما. عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل. لربما أنت عيونك مظلمة نحو معرفة المسيح في هذا الوقت، أدعوك كي تفتح قلبك، قل له يا رب افتح عيني. كانت بلدة قيصرية أو ماريتيما تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 33 ميلاً شمال بلدة جوبا و60 ميلاً شمال غربي أورشليم. وقد أهدى القيصر الروماني أغسطس قيصر هذا المكان إلى هيرودس الكبير، وفي الفترة ما بين عامي 25 و13 قبل الميلاد قام هيرودس بتشييد أضخم مشروع معماري له في ذلك المكان، وكان عبارة عن مدينة مصممة على الطراز الروماني. كما أن هذا الميناء أتاح للإمبراطورية الرومانية الوصول بسهولة إلى فلسطين، فلم تعد الرحلة تستغرق سوى 10 أيام. وكانت قيصرية تضم 165 فداناً من المزارع والأراضي الزراعية، كما كانت المدينة تفخر بامتلاكها مسرح ومسرح مدرج ومضمار لسباق الخيول والعربات وقصور ومباني عامة ومخازن واسعة ومناطق سكنية ونظام للصرف. فمضمار الخيل كان يسع 38,000 شخص، وكان يصل طوله إلى 1500 قدم وعرضه 250 قدم. لكن مدينة هيرودس الجديدة كانت تفتقر إلى الماء العذب، ولهذا تم إنشاء مجرى ماء طويل فوق قناطر لنقل الماء من المنابع الموجودة على سفح جبل الكرمل. وبعد وفاة هيرودس أصبحت مدينة القيصرية العاصمة الجديدة للمقاطعة الرومانية اليهودية. وقد كشفت أعمال التنقيب مؤخراً عن إحدى الصخور التي تحمل نقشاً كتب عليها بيلاطس البونتي والي اليهودية. أعزائي من قيصريا عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل حديثنا عن محاكمة بولس الرسول في نفس المنطقة. ذكرت أن بولس الرسول كان يمتلك الجنسية الرومانية، والذي يمتلك الجنسية الرومانية كان يستمتع بحقوق أكثر امتياز. ليه؟ كل العالم كان تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، ونصف العالم عبيد. بعض الدول تركوها تحافظ على جنسيتها، لكن بعض الجنسيات أو بعض الدول منحوا جنسيات رومانية. واحدة من المقاطعات مقاطعة كيلكية في آسيا الصغرى، ولاسيما طرسوس. طرسوس كانت تعتبر المركز الثقافي في منطقة كيلكية. بولس ولد من أبوين كانوا حاصلين على الجنسية الرومانية، مما زاد الامتياز أكثر أنه ولد في الجنسية الرومانية مع أنه كان يهوديا أيضا. هذه الجنسية خدمت مصلحة ومنفعة بولس الرسول عدة مرات عندما نقرأ في سفر أعمال الرسل. طبعا بالنسبة للرومان كان ممنوع أنه يقيد أو يسجن أي روماني بدون محاكمة رسمية، ممنوع الضرب، وممنوع أيضا يجلد بدون شيء رسمي أو محاكمة. إذا لم يستأنف، إذا ما كانتش المحاكمة عادلة، ممكن يستأنف المحاكمة إلى سلطة أعلى، ولربما ممكن يستأنف المحاكمة أيضا إلى روما، كما رأينا في وضع بولس الرسول أنه يستأنف الدعوة ويقدمها إلى روما أيضا. عدة مرات استخدم بولس الجنسية. تتذكروا معي في منطقة فيليبي في سفر أعمال الرسل إصحاح 16، لما ربح الجارية اللي كان فيها روح عرافي أثاروا شغب كبير، مسكوا بولس وسيلا وضربوهن ضرب مبرح، ووضعوا أيديهن في السلاسل وفي المقطرة أيضا. وطبعا
بعد ما الله أنقذهن بمعجزة بواسطة زلزال، أدركوا أن بولس وسيلة كانوا رومانيان، فاختشوا، خافوا جدا، وطلبوا وألحوا عليهم أنه يتركوا البلدة فيليبي، لأنها كانت تعتبر جريمة في حق بولس وسيلة، لأنه كانوا يتمتعوا بالجنسية الرومانية. بولس في طريقه إلى المحاكمة نجي من الجلد بواسطة العسكر عندما ذكر أنه جنسية رومانية في سفر أعمال الرسل إصحاح 22. بالواقع عندما جاءوا في الرسول بولس من منطقة أورشليم إلى قيصرية، وفروا له حماية كاملة بكتائب عسكرية كاملة على الطريق من أورشليم لألا يأتوا الغيورين ويغتالوا بولس الرسول بسبب غضبهن وحنقهن عليه. وطبعا هنا في قيصرية بولس الرسول استأنف الدعوة عندما شعر أنه عاوزين يبعتوه إلى أورشليم، ممكن تكون مكيدة أو مؤامرة ضده، فقدم واستأنف دعوة وقدمها إلى قيصر، إلى درجة الحاكم فيليكس والملك أغرباس ما قدروا يعملوا أي شيء لأنه قدم الدعوة لقيصر، فتركوه أنه يقدم هذه الدعوة. لأنه جنسية رومانية أرسل بسفينة تجارية، وعندما وصل إلى روما قضى سنتين في روما في بيت كان مستأجره، كان عنده الحرية أنه يتكلم بالإنجيل، وكان مسموح أنه يغير شعوب أخرى إلى معرفة المسيح. وأخيرا منشوف منفعة هذه الجنسية في أيام الاضطهاد العظيم في أيام الإمبراطور نيرون. ألقي القبض على بولس الرسول وقطع رأسه في السجن، أو قطع رأسه في روما. طبعا الغير روماني عادة كان يصلب، العقاب الإعدام بالصلب حتى يكون عبرة للآخرين، لكن كان يعتبر قطع الرأس بالسيف يعتبر أكثر رحمة. فنرى كل هذه الأحداث أنه بولس الرسول استخدم الجنسية الرومانية، أو بالواقع أنه في غرض الله والترتيب الإلهي استخدم هذه الجنسية حتى يصل إلى أماكن بعيدة، وحتى أن يقوم في مشاريع جبارة ويدافع عن نفسه حتى تصل البشارة حتى داخل روما، قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية. فدافع بولس عن نفسه قال: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر. وأراد فاستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟ فأجاب بولس: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء. واصل حديث من قيصرية عن محاكمة الرسول بولس. تمت نبوة الرب يسوع المسيح أنه اختار بولس أن يكون إناء مختار، أريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه، يقف أمام حكام وولاة وملوك أيضا. وهذا ما حدث هنا في هذه المنطقة في قيصرية، وأيضا حدثت في كل منطقة سافر إليها الرسول بولس. الله استخدمه سواء كان حر أو سجين، الرسالة وصلت إلى كل أنحاء الأرض. كلما يعمل الرب أيضا الشيطان يعمل، يريد أن يضطهد بل يثير الأعداء لكي تثير شغبا معين أو تعطل خدمة الله. لكن بولس الرسول كان يدرك كل هذه الأمور، من أجل هذا كان جل اهتمامه مجد الله في حياته وامتداد ملكوت الإنجيل. بالنسبة للرسول بولس كان يتكلم سواء بالسجن سواء كان حر. إخوتي وأخواتي، الشعار اللي كان ماشي عليه الرسول بولس: ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي،
حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. هذا كان الدافع الحقيقي للرسول بولس. عندما وقف أمام الملك أغريباس قال هذه الكلمات، ذكر كلمات الرب يسوع عندما لقاه على الطريق إلى دمشق: قم على رجليك، لأن لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا فيما رأيت وفيما سأظهر لك به. الذين أنا أرسلك إليهم، طبعا بالأول ذكر له أنه منقذا إياك من الشعب أي اليهود ومن الأمم أيضا، الذين أنا الآن أرسلك إليهم لكي تفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. بولس أدرك أنه في مركز إرادة الله، حتى وهو يحاكم أمام الملك أغريباس قال له: ومن ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية. واضح أنه كل المحاكمة بل كل حياة بولس الرسول كانت في مركز إرادة الله، سواء بالمحاكمة أو غير المحاكمة. ما أريد أن أقول أحبائي، المسيحيين الأوائل في سفر أعمال الرسل أدركوا أن الحكومات هي من الله سواء للخير أم الشر، وأنه ما كانوا يقوموا في مؤامرات سياسية ضد الحكومة، ما كانوا يعملوا شيء ضد الحكومات، لكن كانوا يسلموا بعدل لأن الله له زمام السلطان والسيادة المطلقة على كل شيء. فبولس الرسول استخدم فرصة المحاكمة أن يشهد عن اختباره ويشهد عن حياته أمام الملك أغريباس. اعتبر وجوده في السجن أنها فرصة للكرازة والبشارة بيسوع المسيح. حتى الملك علق: أبقليل تريد أن تقنعني أن أصير مسيحيا؟ قال له بولس: بقليل أو بكثير، كل الغرض من وجود الرسول بولس حتى يربح نفوس إلى المسيح يسوع. هذه المحاكمات التي حدثت كانت افتراء وتهم باطلة ومزيفة وكاذبة، لكن كل المخطط كان من ضمن إرادة الله. ينبغي أن يرى بولس روما وينبغي أن يقف أمام قيصر. هنا طبعا الفكرة أن يصل بالرسالة إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية. لربما أنت تواجه عدم العدالة أو عدم النزاهة من بعض الأشخاص، ولربما أنت تضطهد في بعض الحكومات أو في بعض المناطق. أدعوك أن تصلي من أجل الحكومات ومن أجل الرياسات ومن أجل القيادات أيضا، حتى يغيرهم الله، حتى يعطينا حياة هادئة ومطمئنة. صلي من أجل سلامة البلد، صلي من أجل الاطمئنان، صلي من أجل رخاء الاقتصادي في البلد، صلي أن الرب يبارك بلدنا ويبارك أوطاننا أيضا. هذا كان شعار المسيحيين الأوائل في معاملاتهم مع السلطات والحكام. ما كانوا يتدخلوا في الأمور السياسية أو الفتن أو المؤامرات أو المظاهرات السياسية، لكن في كل شيء كانت حياتهم لمجد الله، سواء في السجن أو في الحرية، حتى يعكسوا جمال وصورة المسيح يسوع أيضا. قال: قف على رجليك، انتخبتك حتى تكون شاهد. حتى شهد بولس أمام الملك أغريباس، شهد أمامه أن الله أرسل أن يفتح العيون كي يرجع من ظلمات إلى نور، من سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بالرب يسوع المسيح غفران الخطايا ونصيب مع المقدسين. أعزائي في منطقة قصاريا، أنا موجود بجانب السجن القديم، السجن اللي كان موجود فيه بولس الرسول. الحفريات اكتشفوا أرضية من الفسيفساء مكتوب عليها كتابة باللغة اليونانية مقتبسة من الرسالة إلى أهل روميا إصحاح 13، بحث فيها الرسول بولس الخضوع للسلطات أو السلاطين.
أعزائي، وقف الرسول بولس أمام الحكام، أمام الولاة، وأمام الملك أغرباس هنا في منطقة قصاريا. مع أنه كان ظلمة وافتراء، لكن الله استخدم، حول هذه المناسبة والفرصة أن يتحدث بها عن بشارة المسيح. تكلم أمام الملك أغرباس، وكانت رسالته هي اختبار حياته، لأنه تقابل مع المسيح على الطريق إلى دمشق وسقط على الأرض وكان أعمى لفترة 3 أيام، والرب فتح ورد له البصر والبصيرة في آن واحد، وابتدأ يخدم بل يكرز عن نفس الرسالة كما قال له: الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. العمى الروحي هو الشخص اللي تحت سيادة الشيطان، فكانت رسالة بولس أن تتحرر من العمى الروحي. العمى الروحي هو الظلمة الروحية، هو عدم الإيمان. ليه؟ هذا هو عمل الشيطان. مكتوب: الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. استخدم كل الفرص حتى يفتح العيون. لربما أنت عيونك مظلمة نحو معرفة المسيح في هذا الوقت. أدعوك كي تفتح قلبك، قل له: يا رب افتح عيني، افتح ذهني، افتح قلبي. هذه الرسالة مهمة جدا في غاية الأهمية، لأن الشيطان يريد أن يعمي أذهان الناس. يسوع يريد أن يرد البصر والبصيرة، يحرر من العبودية، من الظلمة، من سلطان الشيطان، حتى تتمتع بغفران الخطايا والحياة الأبدية بواسطة يسوع المسيح. حكم الرسول بولس، لكنه رفع دعواه إلى قيصر، ومن هذه المدينة أبحر عن طريق البحر الأبيض المتوسط في سفينة تجارية، ووصل إلى روما حتى تصل معه أيضا البشارة والرسالة. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتصل أو تكتب. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن الإبحار إلى روما. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو